كل سنة بحضراتكم طيبين، كل سنة وانتوا دايما معانا، وكل سنة واحنا معاكم. صباح الفل يا اسحاق. صباح الفل يا هبة، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب وبخير. وكل سنة وكل مشاهدينا وكل متابعينا من كل مكان في العالم طيبين وبخير. 15 سنة على وجود سي تي في في بيوتكم. في ناس كتيرة فرق معاها وجود سي تي في في العالم كله، ناس كتيرة جدا بتبعت لنا كلام حلو. خدمة بقالها 15 سنة تخدم ملايين من البيوت، بدون ما أكون مبالغ يعني في الكلام. النهاردة بنحتفل بالعيد الـ15. احنا عايزين نقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، عايزين نقول لكم كل سنة وانتم معانا، كل سنة وانتم بتشاركونا تفاصيل اليومية بتاعتنا في برامجنا، سواء بالحاجات اللي بتعجب حضراتكم أو الحاجات اللي تنتقدونا فيها. صدقوني مفيش أفضل ولا متعة أكبر من إحنا بنشوفكم بتشاركونا، ونحنا بالموضوعات اللي بتبعتوها لنا بنحاول نتجاوب معاها. كان عايز أقول برضو النهاردة السنة الثالثة لبداية صباح النور في شكله الجديد. طبعا صباح النور كان ليه شكل قديم، وناس كتيرة جدا بذلت فيه مجهود كبير جدا جدا جدا، لكن النهاردة كمان بنحتفل بالعام الثالث لظهور صباح النور في شكله الجديد. 15 سنة القناة زي ما اسحاق بيقول، وزي ما فارق في كل بيت الحقيقة، هقول بيوتنا المصرية وبيوتنا كمان المسيحية، خدمة كانت في كل بيت وما زالت، وإن شاء الله تستمر بيكم وعشانكم. وسر نجاحنا وسر قوتنا دايما هو حضراتكم، تفاعلكم معنا، رسائلكم، طلباتكم، اقتراحاتكم، حتى النقد البناء اللي انتوا دايما بتوجهوه لينا أو بتبعتولنا، بنبقى حريصين جدا دايما نقراه ونشوفه ونخلي بالنا منه. لكن عايز أقول لكم الحاجة دي دينا سعادة كبيرة جدا، على مستوى بقى صباح النور الثلاث سنين اللي حقيقي فرقوا معانا احنا شخصيا قبل ما يفرق مع حضراتكم. مقابلتنا معاكم وكلامكم ان انتوا بقيتوا جزء مننا، ان احنا سعداء ان انتوا معانا جوه بيوتنا وحاسين ان انتوا فرد من افراد العيلة، دي حاجة بتفرحنا وحاجة على راسنا. سعداء ان نكون معاكم النهاردة في حلقة خاصة جدا من صباح النور على مدار ثلاث ساعات لغاية الساعة 12 نحتفل بيكم ونحتفل معاكم. يا رب حلقة النهاردة تنال إعجابكم. هنتواصل معاكم، حابين ننوه إن احنا هنفتح التليفونات اللايف على صفحة القناة نقرأ تواصلكم ورسائلكم، دي حاجة هتفرحنا جدا جدا. احنا النهاردة ان شاء الله تبقى حلقة مميزة وحلقة خاصة جدا. واسمحي لي هبة برضو انا عايز اقول تحية خاصة بنقابلها في كل مكان بنروحه، اخواتنا العرب اللي بيتابعونا. هقول بعض الدول اللي انا يعني بقى بنقابلهم، لكن لو ما قلناش حاجة تاني بعتولنا برضو على صفحة الفيسبوك ونقول برضو. يعني اصدقائنا في فلسطين، اصدقائنا في لبنان، اصدقائنا في سوريا، اصدقائنا الاردنيين، اصدقائنا العراقيين اللي في كل مكان، كل دول اصدقائنا وبتبعتولنا واحنا شاعرين جدا بيكم وبنلاحظ متابعتكم، وبيسعدنا جدا جدا كمان الرسائل اللي بتبعتوها والكلام اللي بتبعتوه، احنا بنبقى يعني ممنونين جدا فرحانين جدا صدقوني بالكلام ده. وعلى المستوى الشخصي انا وهبة يعني في صباح النور بننبسط جدا الحقيقه بتعليقاتكم كل يوم وبكلامكم كل يوم، وكل حاجه بتقولوها بتوصل 100 فل 14 اكيد. برضو بناكد حلقه النهارده واليوم الاحتفالي ده هو اهداء مننا ووردة كده عطرة بنبعتها لروح الراحل دكتور ثروت باسيلي، صاحب النبتة وصاحب البذرة والخدمة اللي يا رب تكون دايما مستمرة وتكون سبب بركة لكل بيوتنا، واللي الحقيقة هو زرع الزرع وحط البذرة والنبتة كبرت وريحتها العطرة فاحت، ومن بعده كمان ولاده وكل العاملين هنا في القناة بيكملوا مسيرة الخدمة دي. وأنا بنضم صوت لصوت هبة وتحية لروح الراحل المتنيح يعني أبونا الحقيقة دكتور ثروت باسيلي اللي أسس هذا المكان وزرع هذه النبتة الجميلة اللي بتثمر 30 و60 و100، ونقول لكل أسرته تعيشوا وتكملوا من بعده هذه يعني النبتة الجميلة سي تي في. بالمناسبة يعني أستاذ إيليا وتاريخ 12/11 ده بما أنه هو بيقودنا وهو يعني قائد هذه القناة، فبنقول له كل سنة وحضرتك طيب، بمناسبة كمان عيد ميلاد النهارده نبعت له كل التحية، بنقول له كل سنة وحضرتك طيب، وبمناسبة عيد ميلاد القناة 15 سنة، وبمناسبة عيد ميلاد حضرتك كل سنة وانت طيب، يا رب كل العمر في ثمر وخدمة وراحة وسعادة.